الصحافة المحلية وخبر عن تقدم المحامي خالد أبو بكر ببلاغ للنائب العام ضد القائمين على جهاز علاج الإيدز، واللي كان مفترض أنه يتم الإعلان عنه من 6 شهور يعني 6/2014، إلا أنهم أعلنوا تأجيل الإعلان عن استخدام الجهاز لمطلع العام الجديد 2015، واللي مر بدون أي حديث عن الجهاز أو وجوده من عدم. حسب موقع البداية أنه أبو بكر قدم بلاغ ضد اللواء المكلف إبراهيم عبد العاطي السيد والدكتور أحمد مؤنس واللواء طاهر عبد الله رئيس الهيئة الهندسية السابق. وقال أبو بكر على حسابه على تويتر: وعد الحر دين علي. تم تقديم البلاغ للنائب العام ضد من أوهموا البسطاء من المرضى بأمل الشفاء، وهؤلاء مهما كانت مكانتهم لابد من عقابهم. كان أبو بكر علق على إعلان القوات المسلحة تأجيل استخدام جهاز علاج فيروس سي لمدة 6 شهور للانتهاء من إجراء التجارب، وقال شيء طبيعي أنه يفحص ويتم التأكد منه، لكن في الدول التانية بيحصل العكس، الإعلام يجي بعد التجارب. إحنا مش أعلنا وبس، إحنا كمان زغرتنا مع المرضى. قال كمان في تصريحاته اللي أدلى بيها وقتها: بعد 6 شهور ومع أول مريض هيتعالج هيكون فيه هدية مني 5 رحلات عمرة لأكبر 5 في الفريق الطبي، وهعمل لهم تعظيم سلام، ولو ده ما حصلش هقدم ضد حضرتك بلاغ، وكل من اشترك في هذا المشروع أو روّد له. دي كانت تصريحات المحامي خالد أبو بكر اللي قدم النهاردة بلاغ للنائب العام. الخبر الثاني بيتعلق بأوضاع الصحافة القومية، وفي قال الكاتب الصحفي غالي محمد رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء التقى النهاردة بالعاملين بالمؤسسة، وأكد إعادة هيكلة المؤسسات الصحفية وإصلاحها ومساندتها. قال كمان في تصريحاته لليوم السابع إن محلب وضح إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة الوقوف بجوار المؤسسات الصحفية القومية، وقال إن رئيس الوزراء ناقش خلال زيارته مشاكل العمل بالمؤسسة. وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار الهلال إن محلب طالب بضرورة العمل على أو في مناخ اقتصادي والاعتماد على نفسها وتحقيق أرباح، ونوه إن رئيس الوزراء أكد إنه مفيش تصفية ولا بيع للمؤسسات الصحفية، وإنه حتى لم تطرح فكرة دمج المؤسسات الصحفية خلال زيارة رئيس الوزراء. أخبار حركة المحافظين اللي شغلة الأوساط ولكنها يعني الصحافة اهتمت بيها بشكل كبير، ولكن مصر اليوم اهتمت بيها ونقلت تصريحات عن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية. قال فيها إن حركة المحافظين الجديدة هتشمل من 10 ل 15 محافظ، وإنه هيتم الإعلان عنها خلال الأيام اللي جاية. نفى لبيب في تصريحاته خلال مرافقته للمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء في جولته في حي الأسمرات بالمقطم اللي تردد عن ان الحركه هتتضمن قيادات جيش وعسكريين، واكد ان اختيارات اللواءات هيكون وفق ضوابط معينه، وقال ان الخبره التراكميه والكفاءه هم اساس الاختيار لضمان كفاءه تعامل المحافظ الجديد مع المواطنين، ونفى اي حاجه بتتردد عن وجود محافظين طلبوا باعفائهم من مناصبهم. قال كمان انه اي حديث عن حركه المحافظين بيثير البلبله بين المحافظين بعضهم البعض، واكد ان عمليات التقييم جاريه وان المشاورات مستمر. المفكر الإسلامي الدكتور ناجح إبراهيم، واللي كنا على فكرة قرينا لحضراتكم امبارح جزء من مقاله اللي بيتكلم فيه عن المولد النبوي ومزج المولد النبوي بمولد سيدنا عيسى عليه السلام وإزاي نحن لازم نستغل الفرصة دي، النهاردة كمان كان ليه تصريحات في جريدة الشروق. قال إن تكرار اختطاف المصريين في ليبيا بعد أو يعد إرهاب لا يقر الإسلام ولا الشرائع السماوية، واعتبر ده رد فعل على دور مصر وقفت شعبها ضد الرئيس الأسبق محمد مرسي. قال كمان الدكتور ناجح إن تنظيم داعش صاحب فكر تكفيري ولابد من محاربته فكريا أولا، واعتبر إن جماعة الإخوان مش هتخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة اللي لا تمثل للجماعة أولوية، لأن ملف الجماعة
يعني في عدة تحديات تانية نتيجة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وأهمها ملف المصالحة مثلا مع الدولة والخروج بحلول توافقية والإفراج عن المحتجزين، وده بما ينهي الأزمة بعودة الإخوان للحياة وعودة قادتها المتواجدين في الخارج لمصر. في سياق تاني، توقع نجح إبراهيم تبرئة الرئيس الأسبق محمد مرسي على غرار سلفه حسني مبارك اللي حصل على براءة بالرغم من فساد 30 سنة، في حين أن أخطاء مرسي ما بتزيدش عن كونها إدارية وسياسية فقط. ده حسب كلام الدكتور ناجح إبراهيم. لسه مع الإخوان وتصريحات لكريم حسن القيادي في حركة إخوان منشقون، كشف فيها عن مشاورات جديدة داخل قيادات الإخوان في السجون، والمفاوضات دي لإشعال انتفاضة داخل السجون المصرية والزنازين ردا على بعض الدعوات اللي انطلقت من جانب مقربين من الدولة لإطلاق مشروع التائبين. وأشار في تصريحات خاصة للبوابة نيوز أنه الانتفاضة هتتضمن إضرابات عن الطعام واعتصامات واحتجاجات موسعة داخل السجون اعتراضا على مشروع التوبة اللي بتعتبره الجماعة سعي لشق صفها وإشعال فتنة بين القيادات والشباب، واستبعاد نجاح مشروع التوبة زي ما حصل مع أفراد الجماعة الإسلامية خلال التسعينيات في القرن اللي فات، لأن تركيبة الإخوان بتختلف جملة وتفصيلا عن كل التنظيمات الإسلامية بشكل يخلي نجاح الأمر ده شديد الصعوبة. آخر خبر في الأخبار المحلية من جريدة الوطن، والدكتور شريف مراد عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة قال إن حضور الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة لكلية الهندسة حاجة مش جديدة، لأن المحافظ اتعود على تدريس بعض المحاضرات لطلاب الكلية وهو في منصبه الحالي. وقال كمان مراد لجريدة الوطن أن عبد الرحمن منتدب بشكل رسمي بحكم منصبه كمحافظ الجيزة، ولكن تواجده في كلية الهندسة بيجي من منطلق حرصه على التواصل مع طلاب الكلية. مواقع إخبارية كانت اتكلمت أو تداولت نبأ عن إدراج اسم الدكتور علي عبد الرحمن في جداول التدريس للفصل الدراسي الثاني كلية الهندسة، واعتبرت أن ده دلالة على أن المحافظ هيسيب منصبه في حركة المحافظين المقبلة. على ما يبدو أن عام 2015 هيكون فيه يعني تطورات أو فيه أخبار كتير يعني في نفس السياق دي وهتفاجئنا وهتستمر على نفس الفكرة، انه الاخبار وبعد كده يطلع منها تصريح رسمي يوضحها لنا بشكل اكبر. نروح لمنشطات صحافة بكرة ونبدأها مع حضراتكم من الاهرام. الاهرام المنشط الرئيسي اللي فيها كان قمة مصرية كويتية اليوم، الرئيس وامير الكويت يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة، والمفكرون العرب يطالبون بإجراءات حاسمة ضد الإرهاب وجهود مكثفة لإطلاق سراح المصريين المختطفين في ليبيا، و500 مليون جنيه من تحيا مصر لتطوير العشوائيات. طبعا تحذير مهم جدا كمان من الأرصاد، أنه الطقس شديد البرودة من أول بكرة، هيكون الطقس يعني لو احنا بردانين النهاردة الطقس كمان هيكون أبرد بكرة، فخلوا بالكم. كمان في الأهرام الانتهاء من رفع 25 مليون متر مكعب من الرمال المبللة بالمياه، وست كراكات جديدة تنضم إلى مشروع قناة السويس الشهر الحالي، ومقتل 7 عناصر تكفيرية بينهم 4 من منفذي كرم القواديس بسينا، وثلاث شروط لرئاسة لجان الثانوية، وثمان قواعد لاعتذارات المراقبين. نروح من الأهرام لجريدة الوطن. جريدة الوطن المنشط الرئيسي اللي فيها انها بتنفرد بنشر مشروع المجالس القومية المتخصصة لبناء الجمهورية الثالثة، تفاصيل خطة 365 يوم لإنقاذ مصر من حافة الهاوية. كمان أهداف تنتظر التنفيذ، الخروج من قائمة أفقر 20 دولة مائيا، تحجيم البطالة وزيادة الدعم المباشر. رئيس الأهلي في أول حوار صحفي: إحنا مش خطافين لعيبة، دي في إطار الأزمة أزمة اللاعب. وتقارير سياسية بتوصي بتغيير 9 وزراء، ومصادر بتقول القائمة بتشمل الزراعة والسياحة والتعليم العالي والبترول والصناعة والكهرباء، وعادل أبيب بيقول تغييرات المحافظين بين 10 و15. دولي الإخوان بيعترف ترشح مرسي للرئاسة كان خاطئا وفشلنا في إدارة البلاد.
الحمد لله الاعتراف نص الطريق. الاحتجاجات تضرب قطاعي الصحة والزراعة وتهديدات بالاعتصام. رئيس الوزراء للعاملين بدور المعارف لن نبيع الصحف القومية والوطن بتنشر كمان أسماء خاطفي المصريين في ليبيا. السيسي يحسم اليوم مفاوضات الوقود في الكويت وتسهيلات لاستيراد مليون برميل خام و500 ألف طن بوتاجاز شهريا لمدة عام. وسيسي في إثيوبيا يوم 29 يناير. نروح للصحافة العربية ونبدأها مع حضراتكم من جريدة الحياة. وجريدة الحياة بتكلم عن انه الائتلاف الوطني السوري واصل اجتماعاته في اسطنبول، واعلن انه تم الاستماع للبرامج الانتخابية للمرشحين لرئاسة الائتلاف خلفا لهادي البحرة، وانه في انتخابات هتحصل لاختيار الرئيس الجديد ولكنه لم يتم الاعلان عن اسماء المتنافسين. اتفقت معظم التكتلات المعارضة على خريطة طريق لإنقاذ سوريا من خلال تشكيل مؤسسات انتقالية من بينها حكومة انتقالية بتتمتع بصلاحيات رئيس الجمهورية وكمان رئيس الوزراء في الدستور الحالي ومجلس عسكري مناصفة بين الطرفين. المعارضة ما اتفقتش على صيغة محددة تخص بقاء الرئيس الحالي بشار الأسد في السلطة من عدمه، وما تطرقتش ليها كمان في خارطة الطريق المطروحة على مائدة الحوار بين جميع الأطراف والمقرر انعقادها في موسكو في أواخر الشهر ده. كمان في رويترز وخبر متعلق بالمديونية الخارجية على مصر. أعلنت شركة دانا غاز الإماراتية في بيان إنها استلمت من الحكومة المصرية دفعة 60 مليون دولار من مستحقاتها المتأخرة اللي بتبلغ إجمالي 212 مليون دولار. وتأخرت مصر في سداد مستحقات شركة النفط والغاز مع تعثر اقتصادها جراء نحو 4 سنين من الاضطرابات من وقت يناير 2011 اللي أطاحت الثورة اللي أطاحت بحسني مبارك. لكن الحكومة المصرية قالت في نوفمبر إنها بتعتزم سداد مستحقات شركات الطاقة خلال 6 شهور. وفي 31 ديسمبر قالت مصر إنها سددت 2.1 مليار دولار من ديونها لشركات الطاقة الأجنبية في سعي لتخفيف حدة أسوأ أزمة للطاقة بتشهدها البلاد من عقود. مصر سددت 2.1 مليار دولار من ديونها، وده يخلينا إن احنا نسأل طب هي ديون مصر كام بالظبط؟ نروح لكمان الخبر الثاني. نخرج من الصحافة العربية ونروح للصحافة الأجنبية ونروح من مجلة تايم الأمريكية اللي عاملة تقرير عن الجروب اللي عمله مارك زوكربيرج واشترك فيه لحد دلوقتي حوالي 90 ألف مشترك حول العالم. الجروب معني بقراءة الكتب وعرض القراءات دي. الفكرة طرحها زوكربيرج على 30 مليون فولوور أو متابع عنده على حسابه الشخصي، وقال أنه متحمس ليها جدا وحاسس أنه بيقرب بين المشاركين يعني بيطلعوا على قراءات بعض. المتحمسين ال 90 ألف اللي قرروا أنهم يعملوا لايك للصفحة دي قرروا أو قروا رأي زوكربيرج في كتاب نهاية القوة أو The End of Power اللي بيتناول القوة اللي فقدت قوتها وانتهت والنحو اللي انتهت عليه. هنشوف مع زوكربيرج الفكرة دي ممكن توصل بيه لحد فين. والجروب اسمه عام الكتب، فيا ترى زي ما مارك زوكربيرج يعني قدر ان هو يغير شكل التواصل الانساني على الانترنت بابتكاره لموقع فيسبوك، ممكن يقدر ان هو يغير معدل القراية والمعرفة بين مئات الملايين من المستخدمين حول العالم. محتاجين جدا خاصة هنا في مصر وخاصة في الدول العربية ان احنا نهتم بصفحات زي دي. التقرير اللي بعد كده من الجارديان البريطانية عن الأزمة المتصاعدة بين واشنطن وبيونغ يانغ على خلفية اتهام الولايات المتحدة الأمريكية لكوريا الشمالية بتنفيذ عملية قرصنة واسعة النطاق ضد شركة سوني وقابا ليها على فيلم ذا انترفيو أو المقابلة اللي عملته واللي اعتبرته كوريا الشمالية في استهزاء وإهانة لزعيمها.
واشنطن بدأت في فرض عقوبات ضد كوريا الشمالية، وكوريا الشمالية أنكرت إنها تكون شنت الهجوم ضد سوني، ودعت لتكوين لجنة تحقيق مشتركة، ولكن أمريكا رفضت. في مجتمع خبراء الإنترنت في تشكيكات عن الجزم اللي بيتكلم عن، او الجزم اللي خرجت بيه الاف بي اي او المباحث الفيدراليه اللي بتقول بموجبه ان كوريا الشماليه هي اللي عملت كده تحديدا. طبعا المتاذي الاكبر من عمليه القرصنه كانت شركه سوني نفسها اللي تم افضاح خطط عملها وتم نشر المخاطبات الداخليه بين الموظفين، خاصه بعد المكاتبات المحرجه بين ناس بيشتغلوا جوه الشركه العملاقه. سوني تخوفت وكان في تشوش في قرارها بخصوص عرض فيلم ذا انترفيو من عدمه، والفيلم بيحكي عن مغامره صحفيين في كوريا الشماليه بيقابلوا الزعيم اليونج وبيعملوا معاه حوار، لكنها بعد كده قررت طرحه في دور عرض محدوده بالتوازي مع امكانيه مشاهدته في البيوت من خلال نظم الاشتراك المدفوعه مسبقا، وده قرار اللي أثنى عليه أوباما بعد ما انتقد الشركة لما فكرت أنها تتراجع وتخضع لإرهاب الهجمة اللي تعرضت ليها. دي كانت جولتنا في الصحافة الأجنبية. بعد الفاصل أتكلم مع حضراتكم بقى عن عالم الفضاء وعالم النجوم.